وليداتنا راقوا ضحايا، وعلاش هكذا؟ علاش بلادنا هكذا؟ علاش هكذا؟ واش داروا لك؟ واش داروا لك؟ قولي بنتي انا ثاني، واش نقولوا لهم؟ ربي وكيلهم يا الخداعين، واش راكم تديروا لنا هكذا؟ إلاكم جزائريين وكونكم تحافظوا على ذي البلاد، يا راكم تاكلوا في ماكلتنا، عايشين معانا، علاكم تخدعوا فينا؟ It was in September 1998 that we filmed this woman. Her daughter had been killed together with 27 other people in a small village in the west of Algeria. Her despairing plea made us want to understand why such violence had taken place in her country for more than a decade.